السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم كريم زويف في فيديو جديد ان شاء الله. فيديو ديال اليوم غادي يكون شيئا ما مختلف، غادي يكون مضحك، يعني بحكم ان امتحانات ديال الدوره الاولى سواء للتلاميذ ولا للطلبه ما بقى لا والو، يعني قربت ما بقاش الوقت بزاف، قلت نعمل واحد الفيديو شيئا ما مضحك. فيديو ديال اليوم غادي يكون حول اغرب ولا اضحك ولا احمق الاجابات ولا اغبى الاجابات اللي جاوبوها طبيعه الحال الطلبه والتلاميذ العرب في الامتحانات. المهم قبل ما ندوز نشوفوا الاجابات ديال الطلبه والتلاميذ العرب المضحكه، اول حاجه نقول لكم ما تخلوش ليا الضغط على الزر لايك، ايضا عملوا سبسكرايب لاشين باش يوصلكم كل جديد، ايضا ما تنساوش كومونتير من تحت. اما الان باش ما نطولش عليكم ندوزوا الفيديو نشوفوا اغرب الاجوبه ديال الطلبه العرب. نبداو ان شاء الله، نبداو باول سؤال واول جواب غبي، نشوف هذا الجواب كيفاش غادي يكون. اول سؤال عندنا كما كتشوفوا يطلع لكم حاليا، يتكون جسم حشره الجراد من ثلاث مناطق اذكرها. ما عرفتش شنو بغيها من هنا، لم ندرس هذا. هاد الجواب لم ندرس هذا، ديما كنا كنعدو احنا في اي في اي امتحان ضروري يجيوك اسئله ما عمرك ما قريتيهم، هو الصيغه ديال السؤال كتكون مبدله. حق مشكله المشكله، شوفوا قبل ما يكتب لم ندرس كتب شي تخربيزه تما، شي كتب شي حاجه شي عجب تما، ملي ما فهم ما يجاوب كتب لم ندرس. صراحه في بزاف ديال الامتحانات كيطيحوا بحال هاد الاسئله، ماشي ما كنكونوش الصراحه، حتى حنا كنا كنقولوها، يعني ماشي كنكونوا ما درسنا هادشي، السؤال كيجي يعني بصيغه اخرى ما كنفهموش السؤال باش نجاوبوا. مي السؤال جا ساهل صراحه، جا باين. يتكون جسم حشره الجراد من ثلاث مناطق اذكرها، يعني سؤال باين، يعني ماشي بديك يعني هذا اللي كتبوا راه فايت تكلي خليه. المهم على العموم جاني باسل صراحة هذا الجواب. نشوفوا سؤال آخر. أوكي نشوفوا هذا السؤال. أذكر من ولا شي حاجة، أذكر من العشرة المبشرين بالجنة. أوكي شنو كاتب؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وات جواب تاني، موسى، عيسى، عمر بن ابي طالب. عمر بن ابي طالب سمعوا شنو هادي؟ ابي لهب. وات ابي لهب. نعم انها المخدرات. ابي لهب من المبشرين بالجنه، استغفر الله يا ربي. واش اي واش التلميذ ولا الطالب؟ التلميذ باينه. واش التلميذ هذا كم كامل القوة العقلية؟ وشوفوا الأستاذ شنو عامل، عملوا علامة أستاذ بدون ما فهم حتى وزة، وأنا مأكد بأن الأستاذ اللي صحح هاد الورقة مات بالضحك، خصو يخلص ديك التلميذة لهاد أبو لهب. أبي لهب تام. على العموم نشوفوا السؤال آخر. أوكي هذا فيه بزاف، نشوفوا السؤال. قال لك أذكر ثلاث انواع من السمك. اوكي نشوفوا الجواب. قال لك جيم شنو هذيك ما نعرف، سمك مقلي. سمك مقلي ومشوي وعلى الفحم. انواع السمك بثلاثه، هذا كان كيكتب وكيفكر في كرشو. اوكي نشوف السؤال الثاني. ما فائدة الأذنين؟ جيم تمنع النظارات من السقوط. لا جواب منطقي، لا قنعني. لا قنعني بلاتي لا قنعني والله الا. تمنع النظارات من السقوط. شي أجوبة زعما شي الذكاء عند التلميذ العربي ذكاء خارق صراحة. جواب منطقي واخا سمعوا داكشي راه فهمتي، يعني تمنع النظارات من السقوط، هذه من الفوائد ديال الاذن. اوكي ماذا تعرف عن البحر الميت؟ كان مريضا ثم مات. هذه لا علاقه، سبق لي سمعته معروف اصلا، كنت شفت شي نكته عطيه صفر. ديك تمنع النظارات من السقوط منطقي. منطقي زعما صراحه، شي اجوبه زعما عند التلاميذ العرب. واو تدرس الاجوبه تدرس. على العموم شوفوا السؤال الموالي. اوكي هادشي فيه بزاف. ضع الكلمات في جملة مفيدة. تطات لونجلي جاك سوات اندر ويب كام سفور بوست. اوكي نشوفوا الاولية. جاك اسم كان
شنو قلت جاك جاك موت يد. شرك اللونجلي مع العربية بحال تشاط جاك الموت يا تاريك الصلاة زعما جاك الموت يا تاريك الصلاة. واو 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 هذا واعر هذا ما تقوليش هذا واخا خطا راه واعر جاك الموت يا تاريك الصلاة. انا بدات نشوف الثانية باش نتي سواتو وجهنا الله يسود وجهكم سوت وجهنا واو هاد الطالب عبقري صراحة هذا عبقري باش تكون تحت ضغط الامتحان وفي مادة اللغة الإنجليزية وتجاوب تشرك يعني بين كلمات وبين أسماء إنجليزية وتشرك في وسط جملة باللغة العربية لا سمحوا لي هذا إبداع هذا إبداع. نشوفوا الثالثة أندر ابن شداد واو بيرفكت واو هذا لو كان التلميذ ديالي واو انا فهمت ربي يجي الفاسد بحق واو هذا ذكي هذا خلينا من ديك الحموضيه ديال الاسئله الاولين بالحق هذا الصراحه هذا بدل مجهود باش تكون ضغط امتحان وتعمل هيدا وتشرك الكلمه راه بدلتي مجهود صراحه. نشوفوا هذيك الرابعة ويب كام ما بشرك هذا ويب كام ويب كام شني كيلو البطاطا اليوم ويب كام واو ويب كام كيلو البطاطا اليوم صراحة هذا ذكي لا هذا واعر ويب كام كيلو البطاطا اليوم. شوفوا اخرى عصفور في اليد ولا عشر عصفور في اليد ولا عشر في الشجرة او ماي جاد لا هذا واعر انا صراحة انا هذا اعجبت بهذا التلميذ صراحة بهذا الطالب انا صراحة واعر. نشوفوا الاخر يا بوست لا عفوا يا ديك بوست يد امك اليوم بوست زعما بوست يعني بوست امك بوست يد امك اليوم. شوفوا الابداع شوفوا الابداع صراحة واعر هذا الانسان واعر شوفوا 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 تيتشر شوفوا الاستاذ شنو عامل له راسب صفر على عشرة وكتبه له ماشي صفر كتبه له صفر على عشرة بحق صراحة واعر هذا لا هذا مغاير هذوك اللي فاتوا الصراحة هذا بيرفكت بالنسبة لي هذا لو كنت تلميذ ديالي نعطيه بعد الصفر ونعيط له نتحاور معاه نشوف هو في هذا كيفكر اوت ذا بوكس صراحة حنا كنفكروا هيدا وكيفكر ليه بحق صراحة هذا واعر هذا ذكي ماشي بحال الاخرين هذا غباء بحق هذا ذكي. نشوفوا مثلا السؤال اخر اوكي قال لك سيدي ماده الانجليزي طنطان ما شني كاتب يا جوج باي لغه فهمت حقتني غبيه زعما كاتب له عرفت ملي كيجيك شي سؤال كتبقى تكتب ديك الجواب هيدا مخربخ وكتخلي الاستاذ هو يشوف فيك ما تكون صحيحه يقول هذا فاهم عي ما تكتبتلوش مزيان وهي هذه حق المشكله هذا كتب تخربيقه في النيم في الاسم يمكن في الاسم كتب تخربيقه يعني فهم شتا اسمه شات مشينا بعيد فهمتي علينا بعدا نهضر على المغرب اللي حتى لينا مراتب متقدمه في التصنيف الاخر اللي عملوه على التعليم اوكي. نشوف السؤال الموالي قال لك سيدي علل ما ياتي زواج الرسول زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ام سلمة يا ربي باقي ما قريتش ما خصنيش يكون شي كارثه زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ام سلمة شنو هذيك قال لك قسمه ونصيب قلبك عامر بالايمان لا اله الا الله وحسب الله ونعم الوكيل وداني دابا شو الجواب شوف فين قال له عقلو شنو يجاوب قسمه ونصيب استغفر الله يا ربي المهم هذا حسبوه داز ما نعلقش على هذا السؤال مره على الجواب ان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اوكي. نشوفوا السؤال الموالي قال لك من شنو كنظن من مواقف صلاح الدين الايوبي من لا ماشي من موقف ولا ما موقف المهم هذيك الاولى ما مكتوباش موقف صلاح الدين الايوبي من الصليبيين بعد المعركه معركه تخربقه قدامها ما مكتوبه شي كان مبسوطا
إيه هادي يا مؤمن. إيه. قال لك أنا مبسوطة. شو الأجوبة دابا؟ شوف الأجوبة. شوف وأجوبة الصراحة الإبداع في الأجوبة. ليه إحنا عندنا الإبداع في الكومنتار؟ الإبداع في الأجوبة الصراحة. كان مبسوط ضحك ناشط فرحان. شيت. أوكي. شوفوا آخر. شوفوا آخر سؤال عندنا اليوم. يعني أسئلة صراحة. أوكي نشوفوا آخر سؤال. وات ما هذا؟ شوفوا يا محبين الماتش، شوفوا يا محبين الرياضيات. يا محبين الرياضيات شوفوا شوفوا. واو إبداع. إبداع باش ترسم باش ترسم باش بدأ أول حاجة هذيك. والله ما أعرف خوكم أدابي. تحول الباب ديال الكرة ولا ديال المرمى. باش تحول المرمى وباش تعمل سيد ضرب ضربات مقاس واخر فرحان مع اللي يدو هيدا واخر زعما تعصب ملي تتكل هدف على يدو رجلو. ابداع يعني باش تكون في الامتحان ويطيح عليك هذا الابداع. شي حاجه فهمتي تفوق الخيال الصراحه. بيكاسو معانا الصراحه. كان يزيد واحد الحاجه المهم باش تفهموني حتى انا عقليه ديالي عقليه كره قدم. ديك السفوره ما خمسه كنظن المهم ما كنعرفش الارقام باللغه العربيه ولا شنو كيسميوهم كنفهمو غير بالارقام. المهم ديك السفوره هادو كان يعمل رقم واحد شرطه صفر باش يعني زعما النتيجه ديال المباراه ويكون هذا الهدف. امشي بعيد انا لو كنت كنقري بحال هادو غنعاونو انا من الواحد في ديك الصفر. واو صراحة واو. على العموم كان هذا فقط فيديو بسيط ضحكنا فيه شوية بدلنا شيئا ما الروتين ديال القناة على بعض الأجوبة المضحكة ديال طلبة والتلاميذ العرب في الامتحانات. الصراحة الإبداع صراحة كاين واحد إبداع خصوصا كنلاحظو حتى في لي كومونتير كاين ناس كتبدع في لي كومونتير وكاين ناس كتبدع في الامتحانات. عي هذا عملنا فقط عي ضحك. كنتمنى مصميم من القلب ودابا حنا مقبلين على فتره ديال الامتحانات طبيعة الحال. كنتمنى مصميم القلب لكم التوفيق. اجتهدوا وادوروا الدروس ديالكم. الناس اللي عندها امتحانات نهائيه بحال الباكو اجازه وما جا وراها حاولوا ما امكن دابا كيبدا بريباراسيون كيبدا من الدوره الاولى ماشي حتى الدوره الثانيه. وكنتمنى مصميم القلب ربي يعاونكم الله يسهل عليكم ان شاء الله وتحصلوا على احسن النتائج ان شاء الله يا ربي. كنتمنى من صميم القلب نكون ضيف لكم. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم. ما تبخلوش ليا الضغط على زر لايك اذا عملنا سبسكرايب لاشين. ايضا ما تنساوش كومونتير. ايضا ما تنساوش انستغرام ديالي غادي تجبروه في اول تعليق. الى هنا الى لقاء فيديو غادي ان شاء الله. بيس.